حصيلة الحوادث الغرق بالآبار والسدود والوديان تم تسجيل مصالح حماية المدينة لولاية المدية هذه السنة إلى غاية اليوم 12 حالة غريق، من بين 12 تم إنقاذ شخصين. خص النصائح والإرشادات، ننصح بما يلي: تجنب السباحة في المجمعات المائية، ثانيا مراقبة الأولياء لأبنائهم مراقبة تامة، ثالثا ننصح كذلك بما يخص الفلاحين أو في المناطق الريفية تجنب استعمال المضخات التي تشتغل بالوقود.